مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في مستهل هذه الحلقه الجديده والمباشره من برنامجكم المسائي. مساء الخير. من خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء الخير سنسلط الضوء على مهرجان نواكشوط للفيلم. هذا الأسبوع احتضنت العاصمة نواكشوط المهرجان المعروف السنوي مهرجان نواكشوط للفيلم. شارك فيه العديد أو شاركت فيه على الأصح العديد من الدول وكذلك العديد من الأفلام. معي في الاستديو لنقاش هذا الموضوع و للردود على مجموعة من التساؤلات الأساتذة طاهر العجرودي، هو ناقد سينمائي تونسي. أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم. معنا أيضا الأستاذ سالم دندو، هو مخرج وممثل سينمائي. أهلا وسهلا بك. معي أيضا الأستاذ محمد أول الحافظ، هو منسق اللجنة الإعلامية لمهرجان نواكشوط للفيلم. أهلا وسهلا بك ضيف الكريم. مشاهدينا، قبل أن نبدأ في نقاش هذا الموضوع نبدأ بعنصر تمهيدي. هذا هو مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير الذي شهد نسخته 11 بفضاء التنوع الثقافي في وسط العاصمة نواكشوط. فعاليات المهرجان التي توصلت طوال 27 يوما شهدت مشاركة عشرات الأفلام العربية بإضافة إلى أفلام موريتانية شاركت هذا العام. يأتي مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير ثمرة جهود تنسيق وتعاون مشترك بين الحكومة الموريتانية ودار السينمائيين. المهرجان شكل فرصة لاجتماع كوكبة من رواد السينما العربية والموريتانية وسط حضور ملحوظ لعشاق الفن السابع من كل بلدان العالم. ويختتم المهرجان فعالياته هذا العام على أن يتجدد موعده مع العاصمة الموريتانية في نفس الموعد من السنة المقبلة. ويهدف المهرجان إلى لفت الانتباه إلى الفن السابع في موريتانيا وتجديد التواصل مع جمهور السينما وعشاقها ومد جسور بين السينما الموريتانية ونظيراتها العربية والدولية. وهنا نتساءل كيف كانت المشاركة الموريتانية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وما مستوى النجاح الذي حققته النسخة 11 من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير. شكرا جزيلا للزميل سيد أحمد والسيدنا على هذا العنصر. أبدأ معكم الأستاذ طاهر العشرودي، بوصفكم ناقد سينمائي، ما هي انطباعاتكم عن هذه التظاهرة السنوية التي اعتادت موريتانيا على تنظيمها التي هي هذا المهرجان الوطني للفيلم؟ تقييمكم لهذا الأسبوع، أسبوع كامل من النشاطات. أولا أحب نجدد شكري لموريتانيا وللأسرة السينمائية والإعلامية أنتم بالأخص لمتابعتكم لهذا الحدث الإعلامي، لأنه أعتقد جازما أنه دور الإعلام مهم في إيصال أولاً المعلومة وفي إيصال الخبر وفي التشجيع والترغيب للإقبال على متابعة الأفلام السينمائية، لأنه السينما في عصرنا الآن وخاصة السينما الجادة التي ليست في منحة تجاري تعاني من عدة إشكاليات من الإقبال، نظراً لأنها ليست بتلك الوجبة السريعة التي تلبي الذائقة المنتظرة للمجتمع بصفة عامة. إذن دور الإعلام مهم. أنا أولا سعيد بوجودي في موريتانيا لمدة أسبوع، والحقيقة هذه أول مرة، و يعني جئت بدون سابق تحضير على الأقل نفسي، جئت من أجل الاكتشاف، وأستطيع أن أقول أنه هذا آخر يوم، غدا سأسافر إلى تونس، أحمل معي الكثير من الحب والكثير من التقدير والكثير من المودة لهذا الشعب المضياف، لما اكتشفته من روح موريتانيا كلها بلاتو سينيماتوغرافيك، موريتانيا كلها استوديو للتصوير، استوديو للتصوير الصادق للإنساني للمشاعر من طرف الشباب والأطفال، وهذا المبهج في الأمر. أن نصنع مهرجان سينمائي في وطننا العربي اليوم هو بالنسبة لي عبارة على تلقيح للتذكير بوجود حركة ثقافية في أي بلد عربي، ولذا هذه المهرجانات لابد أن تدعمها كل الأطراف،
الإعلامية تحدثت عنكم أنتم الوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة اللي بدنا تعرف بهذه الأنشطة لكي توصلها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، كذلك السلطة المعنية وزارة الثقافة، رجال الأعمال، المجتمع الأهلي والمدني، لابد أن يقف مع هذا المشروع الجبار الغير مسبوق في الوطن العربي الذي هو دار السينمائيين. هذه اكتشاف مذهل أنا أسمع بها منذ سنوات من خلال علاقتي بالصديق والفنان المتميز سالم دندو والصديق أحمد مولود إيدا، والاكتشافات المذهلة للشباب الإعلاميين والاقتصاديين كلهم تجمعوا من أجل إنجاح هذا الموعد السينمائي. هذه فرصة لدعوة للتجمع خلف هذا المشروع الخلاق وتدعيمه والتكثيف، ويريد في كل قرية وفي كل مدينة في موريتانيا مثل هذا النوع من المهرجانات، لأن المهرجان هو الذي يخلق الحدث. المهرجان نقول بالتونسي اسمه مقر المهرجان، وهم يدخلون ويتساءلون ويجلسون ويتابعون. حتى أنا لما كنت أنتقل مع لجنة التحكيم من الفندق إلى مكان المهرجان كنا نصادف بعض المواطنين، إلى من أنتم، من أين جئتم، إلى أين ذاهبون، نقول أن هناك مهرجان سينمائي، هناك مهرجان سينمائي في موريتانيا. نعم، يذهبون معنا ويكتشفون. هذا المثير في الأمر، هذه البهجة التي كضيوف على الأقل تركتها لدي. نعم. إذن شكرا. أبدأ معك الأستاذ سالم دندو بهذا السؤال. وصفكم مخرج وممثل سينمائي، واقع السينما اليوم في موريتانيا بالنسبة لكم، بعدكم عنه قطع أشواط والله مازال الإنتاج كيف كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للتلفزة الموريتانية. واقع السينما الموريتانية ممكن نقول أنه مثل كيف كان، لأنه أنا أتذكر بداية سنة 2000 تأسيس دار السينمائيين الموريتانيين كانت عندنا مجموعة أهداف واضحة. هي أولا خلق ثقافة سينمائية في البلد باعتباره بلد محافظ ولا فيه ثقافة سينمائية. شد قادمة على مجموعة محاور، منها محور التكوين ومحور الإنتاج ومحور البث، وظاهر لأن هذه المحاور أتت أكلها، لأنه الزائر للمهرجان اليوم النسخة 11 من مهرجان نواكشوط، وراه بالمناسبة مهرجان دولي تلك المهرجان الوطني، مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، الزائر للنسخة 11 يشوف أن نسبة المشاركة الوطنية المشاركة الموريتانية تجاوزت 50% في المهرجان. كلهم سينمائيين موريتانيين، كلهم مروا من دار السينمائيين الموريتانيين، كلهم تكونوا عن طريق على ورشات دار السينمائيين الموريتانيين. معناها هذه الثقافة السينمائية اللي احنا كانت هدف عندنا ان نخلقوها يظهر لي انها الى عادة ما جات ب 70% على الاقل، لا تنقص عن 70%، لانه مشاهد جمهور نواكشوط وهو ملتزم وهادئ في الكراسي وشاهد 10 أفلام متتالية من دون أنه يغير مكانه، معناها هذا نهم وهذا ثقافة سينمائية نادرة في البلدان في المنطقة المجاورة. ظاهر لأن احنا وفقنا في أننا نخلق ثقافة سينمائية في البلد، ووفقنا في أننا نخلق جيل من الشباب الموريتانيين المولعين بهذا الفن الراقي الجميل، إلا أن حتى الآن ما فتنا وفقنا على أن نقنع الجهات الرسمية ورجال الأعمال على أنهم يستثمروا في هذا المجال اللي هو، وهذا تثبت التجربة في دول كثيرة جدا، على أنه مجال مدر للدخل من جهة، ومجال صراحة راقي ويارتنا نتوجه له تماما كما اتجهنا في سنوات ماضية للسياحة. أنا يظهر لي أن السياحة من غير سينما، السياحة من غير فن، أنها ما تنشط ولا تنجح. والدليل كلام زميلي طاهر العجرودي اللي كان يقول حالا أن فضاء التنوع البيئي والثقافي اللي في وسط المدينة أصبح فضاء ومتنفس بالنسبة لجمهور نواكشوط على الأقل 5 أيام من السنة يجبروها وهما يستمتعوا مع دار السينمائيين ومهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير. إذن شكرا الأستاذ محمد ولي الحافظ، بما أنكم منسق اللجنة الإعلامية مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم، وأصحح هنا الدولي بدل الوطني اللي وردت عني خطأ، ماذا ميز هذه النسخة 11 من مهرجان الفيلم مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم هذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر قناة الموريتانية على هذه الاستضافة الطيبة المباركة إن شاء الله، ونتمنى أن تكون على المستوى يستفيد المشاهد الكريم من كم المعلومات التي سيقدمها الضيوف الكرام ضيوف هذا البرنامج، وكذلك نريد أن من خلالكم ضيف الشرف المملكة العربية السعودية وكذلك تونس وليبيا وسويسرا وكذلك السنغال. لا، هناك مشاركون وهناك أيضا لجنة التحكيم وكذلك ليبيا، هناك ضيوف في هذا المهرجان نرحب بهم في هذه النسخة. بالعودة لسؤالك حول ما يميز هذه النسخة من المهرجان، ما يميز هذه النسخة أختي الكريمة هو أن هذه المسابقات التي وردت في المهرجان شهدت طفرة كبيرة من حيث الأفلام الوطنية المشاركة في المهرجان، شهدت كذلك طفرة كبيرة بكم هائل من الأفلام المشاركة في هذه السنة وهي 45 فيلم، وهو أكبر عدد من الأفلام المشاركة خلال النسخ الماضية، وكذلك كانت دار السينمائيين تنتج لي أيضا مجموعة من الشباب أفلامهم. هذه السنة اكتفت دار السينمائيين بإنتاج 4 أفلام في الورشات، وبقية الأفلام كلها هي من إنتاج شخصي من مجهودات الشباب الذين استفادوا من النسخ الماضية من الورشات، من مشاركتهم، من انتقاد لجان التحكيم خلال السنوات الماضية، وسيستفيدون أيضا من الانتقاد هذه السنة، وسنشهد من كل سنة بعد سنة إن شاء الله نشهد تطور في هذا المجال. وكذلك أختي الكريمة هناك حضور لافت من قبل مختلف الفئات العمرية من المجتمع الموريتاني، سواء في المشاركة في المهرجان، سواء الحضور من أجل مشاهدة فعالياته، والورشات أيضا هناك ورشات في التصوير وفي المونتاج وفي الإخراج وكذلك كتابة السيناريو، وهناك معرض على هامش هذا المهرجان، معرض للكاريكاتير ومعرض أيضا الاستفارة اليابانية تعرض من خلاله الثقافة اليابانية و ما شابه ذلك. هنالك أمور أخرى عديدة على هامش هذا المهرجان، وهو فضاء مفتوح للجميع من أجل المشاركة والمساهمة في تظاهرة ثقافية مهمة جدا لتوعية المجتمع، لمعالجة قضايا المجتمع. فن الصورة هو أفضل فن يمكن من خلاله أن نمرر الرسائل، أن نساهم في تطوير المجتمع في شتى المجالات، سواء الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية. السينما هي الأساس وهي الثقافة وهي الحضارة المهمة التي يجب أن تعتمد عليها الشعوب من أجل نقل ثقافاتها للخارج، من أجل أيضا نقل ثقافاتها فيما بينها. وهنا نضع نقطة على أن المهرجان حقق نوعا ما الهدف المأمول من ورائه، وهي مساهمة من دار السينمائيين الموريتانيين من الجيل الذي يسمى بالجيل الثالث للسينما الموريتانية، عبد الرحمن أحمد سالم، سالم دندو، محمد اليدومو، وكذلك مدير هذه النسخة من المهرجان أحمد مولود عيد الهلالي، وبقية المشاركين في هذا العمل محمد علي لا أنساه. هناك مساهمين في هذا العمل الفني الكبير إن شاء الله، ونتمنى أن يستمر وأن يستمر التطور وأن يكون هنالك دعم مباشر من قبل الجهات الحكومية، رجال الأعمال، أن يلقوا الضوء على هذه النقطة الثقافية المهمة والمهمة جدا. إذن شكرا، نعود إليك الأستاذ طاهر. بالنسبة لكم أنتم كناقد سينمائي، أول زيارة لكم لموريتانيا وأول مشاركة في هذا المهرجان، الأضواء والأجواء في مهرجان نواكشوط سلطت على العديد من الأفلام المشاركة، أين الفيلم الموريتاني من بين هذه الأفلام؟ هل تصدرها أم كان شوف موقع؟ هو سؤالك مهم من حيث أنه هناك لا أدري كيف أسميها، ولكن هي حالة صعبة في الـ لأنه الآن عند العالم السينما الموريتانية هي سينما قوية ونافذة،
وملفتة للانتباه. لماذا؟ لأنه هناك شخص اسمه عبد الرحمن سيساكو الموريتاني، رغم أنه في الحقيقة يعني لم ينجز أفلام كثيرة في موريتانيا في حد ذاتها، بل في ممكن في فرنسا أو في غيرها. أو تذكر عبد الرحمن سيساكو هو صديق، يعني أول فيلم تقريبا أو ثاني فيلم قصير أنتجه مع كاتب تونسي لسعد بن حسين من خلال تحويل قصة تونسية الأبيض والأسود الأسود تحولت إلى فيلم اسمه صابرية. وبالمناسبة تم تصويره في الصحراء التونسية على مشارف الصحراء التونسية. ولكن هذا هذا الـ هذا الـ هذه الشجرة التي في اعتقادي أنها تخفي غابة من الأمل وغابة من المحاولات ومن السعي الحثيث. ولكن دعينا حتى الأصدقاء حاضرين معنا نتحدث بصراحة. دار السينما تقوم بمجهودها كنشاط أهلي، يعني بمعنى أنها ليست متفرغة يوميا للعمل السينمائي، للتكوين، للورشات، لتكوين الممثل، للتصوير، المونتاج. يعني تقوم بمحاولتها قدر مستطاعها قدر الميزانية التي تتحصل أو التمويل المرصود لها. ولكني أنا بكل صراحة تساءلت في موريتانيا وكضيف وكشقيق لكم هنا، أين معاها التكوين في السينما؟ السينما تستحق كثير من الطاقات. ربما الشعر مثلا لا يستحق إلا طاقة واحدة. يعني حتى رأس المال بالنسبة للشعر هو زهيد مقارنة بالسينما. السينما تريد كثير من الطاقات، يتدخل فيها التمثيل والمونتاج والإضاءة والكهرباء والإخراج والتجهيزات والتغذية. يعني هي جماع قطاعات اقتصادية مختلفة. قبل أن نتحدث عن السينما وعن حركة سينمائية، لابد أن يتوفر بالبلد معهد للتمثيل للمسرح لكي يكون ممثلين يستطيعون أن يساهموا في سواء التلفزيونات أو في السينما. كذلك المخرجين المنتجين أيضا. يعني هناك حالة من الأمل وهناك حالة من الكفاح والنضال من طرف المغرومين والسينما في موريتانيا. وانا طبعا ك في المجال السينمائي في المهرجانات يعني نعرف بشكل مميز هذه المحاولات التي تحمل في كامنها. يعني هناك نوع من البوتنسيال الخارق للعادة الذي لو تتوفر له الإمكانيات اللازمة. يعني أنا تسائل التلفزيون الموريتاني هل يدخل في شراكة مثلا مع الأفلام السينمائية، وزارة الثقافة كم دعمت من فيلم وزارة يعني هذا السينما تريد كثير من الطاقات التي تتجمع حولها، وهي في نهاية الأمر ستخدم مصلحة واحدة هي مصلحة البلد، وتسوق له وتسوق لثقافاته ولعاداته. وهي اليوم الثقافة صديقتي ليست ترف، الثقافة اليوم تستطيع أن تكون موردا مهما للتشغيل، موردا للعملة الصعبة. هي قاطرة من قواطر التنمية إذا أردنا، وقاطرة لحفظ هوية المجتمع، للدفاع عن مكتسباته، للتعريف به، بدلا أن نترك العائلات والشباب ولست أدري ماذا مفتوحين أمام الأقنية التلفزيونية والفضائيات بغفها وسمينها. لابد من إنتاج منتوج محلي مقنع يكون جودة تقنية، يكون هو البديل يكون عن هو المتوفر. سأعود إليك لاستكمال بقية هذه الفكرة، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، سنستكمل إن شاء الله بقية نقاش هذا الموضوع. إذن بإمكانكم أن تستكملوا الفكرة. قلت قبل أن نأخذ الفاصل. الثقافة عدة بلدان حتى في، لأن هي مسألة بنية إذا صح القول، هي هناك بنيات اقتصادية وثقافية. والممارسة الثقافية العصرية من مسرح والسينما أحببنا أم كرهنا هي دخيلة على مجتمعاتنا المحلية والعربية والإسلامية. ومن أجل أن نتعامل معها تعاملا صحيا لابد أن نعتني بها، على الأقل في مرحلة التوجيه، على الأقل أن نبذل من أجلها كي لا تفلت الأمور من بين أيدينا.
نكون شباب يعني في يعني لست أدري إن كانت هناك مادة التربية المسرحية، مادة التربية الموسيقية، مادة التربية التشكيلية، هذه التي تستطيع بها أن تخلق من التلاميذ جيل قادر على صناعة صورة سينمائية تعبر عن هوية موريتانية حقيقية. لا تلومي الشباب ولا تلومي يعني الوسط الثالث الشارع إن قلد غيره، لأنك كمنتج للمعرفة سأكمل الفكرة لم تقدم له البديل الوطني الذي يستطيع أن يقنعه. إذن واضح. مشاهدينا نستكمل بقية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، ما زالت هذه الحلقة من برنامج مساء الخير متواصلة. اليوم خصصنا هذه الحلقة لتسليط الضوء على مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم، ومعنا ضيوف. أجدد الترحيب بضيوف هذه الحلقة، الأستاذ طاهر العجدرودي ناقد سينمائي، أهلا وسهلا بكم. معنا أيضا الأستاذ سالم دندو، هو مخرج وممثل سينمائي، أهلا وسهلا بكم. معنا أيضا الأستاذ محمد ولا الحافظ، هو منسق اللجنة الإعلامية لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك وسهلا. سأعود إليك الأستاذ دندو، نظرة المجتمع الموريتاني للسينما كانت واليوم عادت تغيرت حسب وجهة نظر الكثيرين. أصلا تقبل الشارع الموريتاني والشعب الموريتاني بشكل عام للسينما كيف كان، واليوم هل تغيرت النظرة؟ النظرة فعلا كانت نظرة عدائية، ولا نظرة متزمتة للفنون عموما، إلا أنه بدأت تتغير، وهذا تعمل فيه مجموعة عوامل. انه في البيوت الموريتانيه يستهلكوا الصوره بنهم، خاصه المجتمع الموريتاني مجتمع فضولي، مجتمع يختار يشوف العالم من 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 من, من زواياه كامله. والحق اللي هون قريب وهو يكيل بمكيالين، انه مستعد يستهلك الصوره، مستعد يشوف الصورة عند العالم، إلا أنه ما هو مستعد يشوف صورته هو المصنوعة بأيديه. معن ذم نوع من التناقض شوي، أنه إحنا مثلا نشوف حفلات الأعراس عند الموريتانيين إلى عهد قريب جدا، والموريتانيين يدونوا هذه الحفلات بأفلام وتتداول بينات الأسر كاملة، كل حد يشوفه وكل حد يتفرج عليها. معناها أنهم مجتمع يبغي الصورة في مخيلته، إلا أنه نتيجة ذيك ذاك 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 المحافظة شيء ما ينظر للفنون المسرح والسينما، ينظر لها على أساس أنها نوع من البطلان، ولا نوع من بروك الشغل كيف يقول الشارع الموريتاني. إلا أنه مع تقدم الزمن بدأ يفهم أنها فنون نبيلة جدا، وأنها فنون تحمل رسالة، وبدأ الأجيال الجديدة تحترمها وتقدرها. وهذا أنا أرد للجهل، ربما المجتمع يجهل قيمة هذه الفنون، ويجهل شد قد تغير في العقلية الوطنية، ويجهل شد قد تجلب من الخدمات للبلد وللمجتمع من خلال عرض ثقافة البلد لبناء البلد أنفسهم وعرضها للآخر. معناها أنا ظهر لنا أن بدأت العقلية شيئا ما تتغير النظرة نحو الأحسن، نحو الأحسن بالنسبة لكم. إذن شكرا، أعود إليك الأستاذ محمد. بالنسبة لكم كمنسق اللجنة الإعلامية لمهرجان نواكشوط للفيلم، الإنتاج الوطني مقارنة بالإنتاج الوافد المشارك، الإنتاج الأجنبي أو الإنتاج العربي، هل هو منافس أم فقط ما زال على نفس السكة إذا صح التعبير؟ سؤال جيد. طبعا المنافسة على المستوى المسابقة الدولية
والمسؤول عن طبعا هذه المسابقة هو الأستاذ هو عضو طاهر. لجنة التحكيم طبعا أستاذ طاهر وعضو لجنة التحكيم في المسابقة الدولية، وقد يجيب على الأمور التقنية والفنية التي تخص هذه المسابقة. ولكن كمتابع لما شاهدته من أفلام مشاركة في هذه المسابقة، وليس نقدا، يعني النقد سنتركه لأهل الاختصاص، كانت هناك مشاركة مشرفة جدا وطنيا، وهناك أيضا تقدم ملاحظ من نسخة لنسخة كما أسلفت. والقضايا التي يعالجها الشباب في هذه المسابقة سواء الوطنية أو الدولية هي قضايا حساسة جدا وقضايا اجتماعية يجب تسليط الضوء عليها من خلال أفلام أو من خلال مشاهد تبرز هذه القضية للرأي العام وتعالجها من زاوية أو بأخرى. هناك مشاكل كالمخدرات، كالاغتصاب، كالزواج، عولجت من زوايا مختلفة من خلال هذه النسخة، نسخة 11 لمهرجان نواكشوط ليها فيلم. سنقول بأن العمل الفني الوطني هو هناك ضعف في الإمكانيات، هذا متفق عليه الجميع، هناك ضعف في الإمكانيات في هذا المجال، ولكن هناك طموح من قبل هؤلاء الشباب، هناك أفكار، هناك رؤية مستقبلية وإرادة من أجل طبعا الإرادة والعزيمة هي التي أوصلت المهرجان لنسخته 11 من خلال المشاركات، خلال 11 سنة. المسابقة الدولية هي المسابقة الثالثة في هذا المهرجان، والمسابقة الرابعة التي لم نتطرق لها وهي استحدثت في النسخة الماضية، مسابقة الفيديو كليب. هذه المسابقة أيضا هناك رسائل وجهت من خلال نوعين من الموسيقى، النشيد الإسلامي المعروف وكذلك الموسيقى الأخرى، وجهت رسائل واضحة من قبل الشباب، رسائل تخدم المجتمع، رسائل توعوية إلى حد كبير. هو مهرجان الذي يوجد به أفكار جميلة جدا ومناسبة للذائقة العامة. نعم، أنا يظهر لي أنه في المسابقة الدولية كانت الأفلام الوطنية غائبة، ما في مشاركة وطنية في المسابقة الدولية في هذه النسخة الماضية. السبب بسيط، هو أنه إحنا معترفين على ان الفيلم الموريتاني مازال معترفين عنه انه بعض الاحيان، وخاصه الموجود، هو اكيد في افلام موريتانيه قد شاركت في الماضي، الا انه في هذه المسابقه، في هذه السنه، ما في فيلم موريتاني شارك في المسابقه الدوليه، ما في منتج جديد. وغالبا الافلام المشاركه في المسابقه يجب ان تعود افلام جديده، افلام تقد ظاهر ان احنا انها تقد تنافس على المستوى الدولي، ولذا رحم الله من عرف قدره وجلس دونه. احنا معترفين عن السينما الموريتانيه ما زالت في غالبها سينما هوات، والسينما الدولية المشاركة، الجائزة الدولية مقدمة لأفلام محترفة. لذا فم فيلم موريتاني تونسي هو فيلم 180 درجة، هذا فيلم صح محترف، إلا أنه احنا فضلنا نحطوه في المسابقة الوطنية لأنه شرف أن هذا الفيلم وطني، وفي حال تعالى أنه فاز وطنيا يقد هذا يفتح له آفاق أخرى في مهرجانات ثانية دولية. يعني نوع من الاعتراف بالمكان اللي فيها السينما الموريتانية. احنا ما نقدو نغالو ونقولو فوالا الفيلم الموريتاني عاد في التوب وعاد في كذاش، وتعقب من ادعى ما لا يعرف كذبته شواهد الامتحان. احنا معترفين بالمرحلة اللي احنا فيها، ونعرف انه خطوة ورا خطوة دور ان شاء الله يخلق. اذا راجين التوفيق وشكرا. اعود اليك الاستاذ طاهر، هل الواقع الآن من خلال تجربتكم في هذه الزيارة الموريتان ينبئ بتحسن لهذا الفن في البلد؟ وشنو تقييمكم للجو العام اللي دار في هذا الأسبوع المخصص للفيلم؟ نعم، هو الحقيقة خلينا نكون واضحين مع أنفسنا، هناك عدة ملاحظات أنا لا أريد أن أسوقها، ولكن أنقذني الفنان سالم دندو أنه قالها
صرح بها، تكلم بما يعرف هو أهل مكة أدراب شعابها. نعم، هناك واجب التحفظ لابد أن، ولكن السينما الموريتانية هو السؤال الأساسي المركزي، ما هي الصورة التي نريد أن نسوقها عن أنفسنا حتى من خلال عملك هنا في التلفزيون الموريتاني، أنت وبقية الكاست والفريق والمنتج والمعد، ما هي الصورة التي تريدين أن تصعدين بها إلى السماء ثم تبثينها من خلال الأقنية الفضائية؟ هذا إذا كان أجبتي عن هذا السؤال، كل ما يأتي بعد ذلك هي عمليات تقنية وتمويل وكذا. لذا السينما الموريتانية اليوم بإمكانها أن تسير وأن تبقى، ممكن نحضر إذا عشنا للدورة 22 وتبقى هكذا، إذا لم يكن هناك إيمان رسمي بهذا الفن ومجازفة ومراهنة على تمويل وتدعيم الفنان والإعلام من مركزه وإعطائه واعتباره عنصرا فاعلا في المجتمع لكي يقوم بدوره تماما مثل دور الصحفي والإعلامي والأستاذ والعامل في كل القطاعات. أما إذا بقيت مجتمعاتنا، ولا أتحدث هنا عن موريتانيا لأن موريتانيا ليست استثناء، أنا زرت العراق، زرت السودان، مصر من شمالها إلى جنوبها، في تونس، في المغرب أيضا التي نرى أن فيها أكثر من 200 مهرجان، ولكن في نهاية الأمر وأصدقك القول أنا يمكن تخلصي منها 3 مهرجانات مهمة، فقدت أسماء وإعلام وضجة إعلامية أحيانا على الفارق. هنا لابد أن نصارح أنفسنا، أحكي على المستوى العربي والإفريقي، عندما نصنع الصورة الخاصة بنا، لماذا نجحت السينما أفريقيا السوداء ولماذا غزت العالم وأصبحت تنال جوائز؟ لأنها ابتعدت عن كل المؤثرات، آمنت أولا بقدراتها المحلية، أرسلت خيرة شبابها في الجامعة لدراسة السينما في المعاهد الأوروبية، ثم عادوا لتعليم من هم موجودين معاهم، ثم أنتجوا صورتهم الخاصة بهم. وهذا المجهود كان موجود في الستينات والسبعينات، ولكن لست أدري لماذا في من منتصف السبعينات إلى أواخر الثمانينات صارت نوع من الردة الفنية والإعلامية في المنطقة العربية، ليس المجال لتبيان لماذا وكيف، ولكننا اليوم أمامنا وفي موريتانيا بلد صاعد، بلد يتطلع إلى المستقبل، بإمكانه أن يقحم الفن كممارسة فنية تنموية ضمن بقية المسارات الأخرى التي تصعد بالبلد إلى الأمام وتقدم للآخر أنا وغيري صورة مغايرة عن موريتانيا، هذا البلد الصحراوي، هذا كذا، كل الإتيكيت التي يحفظونها العرب وغيرهم عن بلادنا وخاصة الجنوب المتوسط. نعم. إذن شكرا، نعود إليك الأستاذ دندو. مشاركاتكم الخارجية من خلال تجربتكم في الفيلم مهرجان الفيلم، شنو هي خطتكم من أجل المشاركات الخارجية؟ هو على هامش المهرجان خلقوا نشاطين، ما يظهر لي الزميل ما أتكلم عنهم، خلقوا ندوتين ذكريات ونقاش. من ضمن هذه الندوات كان فيه ندوة حول معوقات الإنتاج وإنتاج الفيلم القصير أساساً في شبه المنطقة، وإحنا تكلمنا عن معوقات الإنتاج عند 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 عندنا في موريتانيا. دار السينمائيين كيف ما قلت قبيل أخذت على عاتقها أن تنطلق من 3 محاور: محور التكوين اللي هو اللي قلنا أنه أتى أكله من طرف دار السينمائيين وفيه سينمائيين شباب، والساحة اللي شوف ليلا يشوف عنها مليانة من السينمائيين شباب الهواة، وراه هذا سمحي لي خارج عن جواب السؤال، ما زلت لهن جواب السؤال، راهو فم بعض السينمائيين الموريتانيين اللي يجرحهم او يحسسهم على انه نوع من الدنيا اللي انقال عنهم هوات، هذا ما هو عيب، هو السينمائي السينما الفن عموما لابد يعود هوايه صح. قبل ان يكون احتراف، لانه اذا وجد الاحتراف ولم توجد الهوايه هذا احتراف باطل. لازم يعود الفن هوايه قبل ان يكون احتراف. السينمائيين الهواة الموريتانيين دار سينمائيين كونت منهم الكثير وأنتجوا أفلام، هذه الأفلام شاركت في مهرجانات ونالت تنويهات ونالت، لا أريد أن أقول جوائز، لأن إحنا ننتج أفلام ليس من أجل الجوائز، ننتج أفلام من أجل أن نعرف
أن نقدم الثقافة الموريتانية، أن نقدم ما لدينا من أفكار عن المشاكل الموريتانية التي نعيشها في هذا البلد من وجهة نظر موريتانية. توجت بجوائز، شاركت في مهرجانات، هذا ليس هو الهدف، هذا يأتي لاحقا، يأتي فيما بعد، لأن المبدع والهاوي يقدم الفن ليس من أجل الجائزة وليس من أجل المشاركة، يقدم الفن من أجل أن هذه هواجس تعيش في داخله، هذه أفكار يريد أن يتقاسمها مع الآخرين، يريد أن ينير بها الطريق، يريد أن يقدمها للآخر في ذوب يليق. الفيلم الموريتاني أنا أقول أنه واعد، السينما الموريتاني واعد، إلا أنه السينما عمل جماعي. إحنا خلقنا ساحة، خلقنا ثقافة على مستوى الأوساط، الباقي احنا ما عندنا. لو انه عندنا يعود خلق تاسيس معاهد كيف ما قال زميلنا العجرودي، مدارس، فكرنا فعلا نعدلوا مدارس في السينما، دار السينمائيين احنا نعتبرها مدرسه، لانه الاجيال اللي مرت من دار السينمائيين حالا منين تتكلم في مجال السينما وفي مجال الفنون خارج البلد أو داخل البلد لا تقل شأنا عن أولئك الذين درسوا في الأكاديميات ودرسوا في الجامعات، لأن كل المعلومات اللي قدمنا احنا نحرص على أن هذه المعلومات اللي قدموا معلومات صحيحة، معلومات غير مقلوطة، من أجل أن والفيلم الموريتاني خرج للمهرجانات، خرج للمغرب، خرج لتونس، خرج للجزائر، خرج للأردن، سوريا، وموجود، إلا أنه ما فات عاد في مستوى الجوائز، وهذه مسألة تأتي لاحقا. إحنا سنحتفل باليوم الذي يشارك فيه الفيلم الموريتاني في المسابقة الدولية في مهرجان نواكشوط الفيلم القصير، سنحتفل بذلك اليوم، لأن الفيلم اللي يحصل على شرف أنه وهذه التراتبية. أنا ماني مع الأخ بين اللي قال عن أن هذه الجائزة هي الثالثة، لا، هي الأولى، هو المهرجان الدولي، والترتيب الجائزة الأولى هي الجائزة الدولية، والثانية هي الوطنية، الثالثة هي أفلام الورشات، لأنه الجائزة الكبيرة للمهرجان من أجل أن يكون مهرجان دولي هي الجائزة الدولية. الفيلم الموريتاني حتى الآن ما توصل لهذه المرحلة، والله الموجود من الأفلام حالة، لكن مفتوح مجال التنافس، الشباب راهم شافوا الأفلام الدولية، شافوا كيفاش معمولة، شافوا كيفاش مقدمة، يعملوا أفلام تستحق أنها تشارك في هذه المسابقة، وإحنا نحطوها في المسابقة، وإن شاء الله تجبر جوائز، وذاك النهار نحتفل. إذن شكرا، نعود إليك الأستاذ محمد، تقييمكم جو الورشات، إنتاج الشباب الهواة إذا صح التعبير، ولعادوا يبغوا ينقال أنهم هواة، وذكر أنهم واحدين منهم ما يموك عندهم. لا، هو سمح لي لو تسمح فقط لحظة، هو فقط قوس صغير على مسألة الهواة. تفضل. هو ما قاله سالم صحيح، لأنه من أعرق المهرجانات، وليس لهنا للحديث عن التجربة التونسية، ولكن فقط إشارة صغيرة، هي تجربة مهرجان قليبيا الدولي لمسرح الهواة. أنا شاركت في هذا المهرجان، مريت منه. هل تعلمين أن يوسف شاهين مر من هذا المهرجان؟ أنه طاهر شريعة مؤسس السينما المهرجانات الإفريقية كارتاج وفي سباكو مر من هذا المهرجان عبر نوادي السينمائيين الهواة، مثل تجربة دار السينمائيين. ولذلك في الندوة التي كان يتحدث عنها الصديق سالم تحدثنا عن تطوير تجربة دار السينمائيين أنها تكون عندها فروع في مختلف وفروع قارة ليس الظرفية لتعميم التجربة، لأن موريتانيا ليست نواكشوط فقط. نعم، تفضل. مع العفو، إذن تقييمكم أنتم كمشرفين أفلام الورشات وإنتاج الشباب في هذه الورشات وحتى الدورات التكوينية اللي تلقاوها في المجالات، كانت على المستوى وإنتاجهم كانوا، كان إنتاج بالنسبة لكم أنتم حسب التجارب الماضية كان إنتاج راضي عنه؟ في الحقيقة يعني هو كان إنتاج مشرف، مشرف طبعا، مراعاة للظرفية والوضعية التي يعيشها الشاب في هذا المجال. بالنسبة للورشات، دائما الشباب المشاركين في هذه الورشات ينتجون أفلاما مستقبلا، كالورشات السنة الماضية أنتجوا هذه السنة أفلام بمساعدة دار السينمائيين وبمجهودات أيضا شخصية من قبل هؤلاء الشباب، فقط كانوا ينتظرون رؤوس أقلام، ينتظرون أن يفتح لهم الباب، أن يجدون نقاط التلاقي في هذا المجال السينمائي لكي ينتجوا عملا سينمائيا يشاركوا في هذا المهرجان. من فوائد أيضا هذا المهرجان أنه يسوق
لهذا الشاب دوليا سواء في المهرجانات العربية. دائما تكون هنالك في كل نسخة من المهرجان يكون هنالك مشاركة لفيلم موريتاني في إحدى المهرجانات العربية أو على هامش المهرجانات العربية إذا صح التعبير. في مثلا السنة الماضية كانت هنالك مشاركة لأحد الزملاء في هذا المهرجان وهو خليفة سي، واستدعاه أحد المخرجين في مصر العربية وذهب إلى مصر وشاهد أفلاما أخرى عربية، وهذه السنة أنتج فيلما آخر. هو نموذج من ضمن نماذج عديدة للشباب استطاعوا أن يتمسكوا بموهبتهم، والموهبة ليست عيب، الموهبة هي الانطلاقة الحقيقية لأي محترف، لا يمكن أن تنطلق وأنت محترف. حينما تعرف قدرك بكل تأكيد ستنجح، بكل تأكيد ستصل. وهنا أريد القول وأنبه حول الاستفادة من المهرجانات، استفادة الشباب من هذه المهرجانات. لكي تكون هناك استفادة عامة وشاملة من خلال المهرجانات الماضية وحتى هذه النسخة، يجب أن يكون هنالك تكاتف يجمع دار السينمائيين، الأفلام المنتجة والقنوات التلفزيونية المحلية وحتى القنوات الأخرى. يجب أن لا تذهب هذه الأعمال هباء منذورا، يجب أن يكون هنالك دعم لهؤلاء المواهب. كل سنة يكون هنالك مواهب ونشاهد بأنها تختفي من سنة لأخرى لأن الدعم غير موجود، لأن الجهة الحاضنة غير موجودة. تحدث الأساتذة عن نقطة مهمة وهي وجود تدريس الفنون الجميلة في المدارس يعني هذا أعتقد بأنه حل، وليس بالصعب على المنظومة التعليمية أن تضع الفنون الجميلة، وليس صعبا، هناك المختصون في هذا المجال، حتى أيضا يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. الفنون الجميلة مهمة جدا من أجل أن 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 يكون هنالك نجاح محتوم للمنظومة التعليمية في جميع مجالاتها. هناك كبت للطالب، ربما يكون الطالب موهوب فنيا ولا يجد أيضا المواد التي تدعمه في هذا المجال، وهو تخصص مفقود ويعاني منه أغلب الشباب، وهذا ما نلاحظه في الورشات، اختلاط الورشات من سنة كل سنة بعد أخرى. الشباب يدرك بأن هناك مهرجان توجد به ورشات، يوجد به خبراء دوليون أتوا لكي يعمموا فكرة السينما، لكي يساهموا في تطوير مجالات السينما بمختلف أنواعها. هنا يجب على الجهات المختصة أن تلتفت صوب الشباب، تلتفت صوب الفنون الجميلة، أن تدعمهم، أن يكون هنالك دعم حقيقي وليس فقط دعم مؤقت. كل سنة يكون هناك دعم مؤقت ويختفي، وأنا أشك بأن يوجد هنالك أصلا دعم للسينما في موريتانيا كما استمعت للتقرير. يعني أشك في هذا المجال، وأتمنى أن يكون هناك دعم حقيقي وليس دعما معنويا فقط ويتلاشى مع الزمن. لكن الجوائز إذا عدت في جوائز لا تقدم الفائزين في هذه الورشات، شنو نوعية هذه الجوائز؟ هي ليست جوائز، هي فوائد، هي 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 فقط تكون هنالك فائدة للمشاركة، تكون هنالك الشهادة تكوينية لهذا المشارك. طبعا الدورة تمتد لأربعة أيام أو ثلاثة، ثلاثة أيام. من خلال هذه الأيام شنو هي أهم هذه الدورات التكوينية؟ تحدثت لك سلفا عنها، هناك دورة في المونتاج وهنالك أيضا دورة في التصوير وأخرى في الإخراج، دورتين في الإخراج أو واحدة في الإخراج باللغة الفرنسية، وكذلك دورة في كتابة السيناريو. كنت معرض للكاريكاتير. نعم، هنالك معرض الكاريكاتير للرسام الكاريكاتوري خالد الملاي إدريس، يعرض من خلاله نماذج لرسوماته وإبداعاته الفنية. عن الصورة الفوتوغرافية، لا يوجد هنالك معرض فقط للكاريكاتير، ومعرض آخر للسفارة اليابانية تعد من خلالها الثقافة اليابانية. كان من المفترض أن يكون هنالك معارض ولكن نعم، هذه مجمل النشاطات اللي احتضنها لهذا الأسبوع. هذه مجمل نشاطات، هنالك نشاطات على هامش المهرجان، نشاطات أساسا تطوعية، أعمال تطوعية يساهم المهرجان كيف هنالك كوني بخير، عمل تطوعي جميل جدا لمكافحة مرض السرطان ونحن ندعمه من هذا المنطلق، وهنالك أيضا اقرأ معي موجودة أيضا في المهرجان. هنالك بعض الجمعيات التي نوافذ مفتوحة، نعم مفتوحة للجميع. هو أصلا حتى هنالك نقطة مهمة جدا يجب أن
نتحدث عنها، لا توجد هنالك تذاكر من أجل الدخول لهذا المهرجان، هو مفتوح للجميع وبدون أي مبلغ سواء رمزي أو غير رمزي، الباب مفتوح للجميع من أجل الحضور لهذا المهرجان من أجل متابعة السينما. بيني وبينك الناس كاملة حاسة أنها مكبوتة. أنا البارح شاهدت مشهد تمنيت لو كانت لدي كاميرا كي ألتقطه. يعني المارة شاهدت رجل يحمل ليس كيس خنشل ما هي زقيبة، يحمل يعني بناي، يعني رجل يحمل شنقالها بيلة، يرفد بيلة، رافد بيلة، ومرأة واخرة رافد زقيبة كانت بيلة ملاحة، وقفوا عند الفم، ربما أنهم شاكين عن هذا يدخل بتذاكر ولا دخول الأبدال من طريق صعبة. لا، هو مفتوح للجميع، الناس كاملة مفتوحة لهذا الفضاء من أجل أنهم يشاهدوا. حتى كامل رافد الأغبل لا يجي ويدخل ويخرص من قريب، وفما قاعد مهيئين ومطروحين لكم ظرفية كاملة مهيئة، يلا الناس كاملة تجي وتشاهد هذا المهرجان من قريب، وخلوا عنكم النظرة السلبية للسينما. السينما فن جميل جدا، وجميع الفنون الإعلامية أيا كانت هي سلاح ذو حدين، يمكن نستخدمها إيجابا أو سلبا، والسينما هنا يمكننا استخدامها إيجابا دون أن ننظر لها بنظرة سلبية بحتة. جميع الأمور الحياة هي سلاح ذو حدين، إما إيجابي أو سلبي، وكل شيء لما استخدم له. إذن شكرا، نعود إليك الأستاذ طاهر. بالنسبة لكم هذه التجربة في موريتان، شنو هي أهم النواقص اللي ما زالت حتى الآن تنقصها من أجل أن تصل لمراحل متقدمة مقارنة بالبلدان المجاورة؟ هو شوفوا الحاجة الأساسية، هو الآن نحن موجودين في استوديو تلفزيوني، لا يمكن أن ننجز حصة تلفزيونية تبث على الهواء هكذا مباشرة دون إضاءة، دون استوديو، دون كاميرا، صوت، دون كاميرا، دون مخرج، دون مركب، دون ملتقط صوت. صح. يبدو أن هذا لم أره في موريتانيا. الآن لابد من العودة لقاعات السينما، وبالأساس سينما اليوم في العالم نتحدث عن البروكسيميتي، على ثقافة القرب، لابد من إنشاء قاعات صغيرة لا تتجاوز في كل الحالات طاقة استيعابها 150-200 ونشرها في كل أحياء المدينة. وبرمجة أفلام أسبوعية متبوعة بمثلا فيلم على 7 يكون متبوع بحصة نقاش، وموجه أساسا للأطفال وللعائلة، لأن هذه الفئة الهشة التي يجب أن نتوجه إليها. إذا رمنا أن نربي هذا الجيل على مبادئ معينة، على احترام الآخر، على ما مشاتي، حتى قانون الطرقات، حتى الأكل، حتى اللباس، حتى السير، حتى احترامات علامات المرور، هذا كله تستطيعين أن تمرريه من خلال السينما. أنا ضد السينما التربوية، ولكن من خلال سينما تنقد مثل هذه المظاهر بطريقة فنية معينة نستطيع أن نقضي بها على كثير من الظواهر السلبية. كم من فيلم صنع رأي عام في العالم، الفيلم الأخير سنودن الذي تحدث عنه كل العالم، الذي كشف وثائق الخارجية الأمريكية، انظري ماذا حدث في العالم، ما هي ردة الفعل، ما هي المظاهرات، ما هي المقالات الصحفية. إذن كما قال محمد، الفن هو سلاح، لكنه سلاح إيجابي إذا ما وضع في أيدي من يعرف ومن يعلم ومن هو مؤمن بحب هذا الوطن وبهذه الرقعة الجغرافية. لكن دائما أعيد أن أقول، الآن ليست هناك بنية سينمائية، للأسف لم أرى بنية سينمائية قادرة على احتضان هذا المهرجان. هو ضرب من ضروب المستحيل. أن تجلسي في فضاء مفتوح وتتعرض للبرد وللأصوات العابرة التي تفسد مزاج الصوت وأنت تستمعين للفيلم، هناك نوع من التضحية، هناك تعب حتى من المتابعين، من العائلات. الفن فن هش، الثقافة بصفة عامة هي شيء هش. ما معنى هش؟ معنى أنها تريد أن توفر لها كل الكماليات حتى لما يجي المواطن يكون يتغرم بها ويحبها ويواصل أن يتبعها. غير ممكن أنه كرسي بلاستيك في فضاء في ساحة عامة هكذا وتقول له يجي تفرج على السينما، ولا تحدث تشويش، ولا تأكل أكل أثناء العرض، ولا 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 كذا من أداب الفرجة يعني بصفة عامة.
مشروع مثل هذا الذي انطلق في تونس الآن، هذه سينما القرب في الأحياء الشعبية من خلال تشجيع المستثمرين، ولا بل الدولة تبحث عن مستثمرين شبان مؤمنين بالفكرة، تمنحهم قروضات ميسرة ومسهلة لبعث مثل هذه المشاريع، يبرمج فيها الفيلم التجاري الذي يستطيع أن يسترد من خلاله مصاريفه، ومن خلال البرمجة في كراس الشروط يشرف عليه نوع من الأفلام الموريتانية والإنتاج المحلي إلى آخره. إذن شكرا. بالنسبة لكم الأستاذ دندو، هذه التجربة العام قد نقول عنها فم شيء جديد مقارنة بالأعوام الماضية، والله نفس الفكرة تتكرر؟ هو أكيد فم شيء جديد، إلا أنه في الأعوام الماضية كيف ما قلت نرجع دائما على الهدف اللي أصلا عدلت من أساسه دار السينمائيين. في الأعوام الماضية كان دار السينمائيين أيسر حالا، أيسر حال من 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 برك. كان المهرجان متبوع بمجموعة مشاريع أخرى وبرامج أخرى. كان فيه مثلا المهرجان كان فيه برنامج اسمه سينما الساحات. احنا بما أن في مدينة تلاحقت لين بداية التسعينات وهي كانت فيها قاعات سينمائية، واختفت هذه القاعات السينمائية فجأة، وبالمناسبة اختفاء القاعات السينمائية ما هو خاص موريتانيا وحدها، العالم كامل اختفت في قاعات سينمائية. ما تجي المدينة لا عربية ولا أوروبية ولا في أي مكان، ما قال لك من اللي 10 سنوات كانوا عندنا كلام القاعة واختفى منهم 3 ولا 4. لكن أن تختفي القاعات كليا ولا تبقى قاعة واحدة، هذا مسألة خلقت عندنا احنا. اختفاء القاعات السينمائية فرض على دار السينمائيين وهدف اللي هو خلق ثقافة سينمائية في البلد أنها تستحدث هذا البرنامج اللي قالوا سينما الساحات، تجيل ساحة عمومية وتدير فيها شاشة كبيرة وتعرض فيلم وجوء أهل الأحياء ويشوفوا الفيلم. كان المهرجان يمشي للأحياء، عنده موقع رسمي اللي هو موقع المهرجان يقير بارلل معاه بالتوازي معاه، فم عروض في سينكيام في سيزيام في عربات في كلاش. كان ايضا في برنامج اخر اسمه السينما الرحالة، الشاشة الرحالة، كان تمشي للداخل مشاتي لولاته هوك، ومشاتي لبرم مقرين للجيل الاخرى، مشات الروسو، مشات الزولات، مشات الاطار، كل المدن جابتها هذه الشاشة الرحالة. هذه البرامج اختفت، دار السينمائيين عدلتها مدة 3 سنوات 4، شك اعلن المعنيين بالشأن الثقافي في البلد على أنهم لا يتبنوا هذه المشاريع وعلى أنهم لا يمولوها، لأنها مهمة جدا توعي الناس، وهذا في مرحلة من المراحل ما قدرت تتواصل فيها ووقفت وبقات فوكاليزية على المهرجان وحده. وأكيد المهرجان في تطور، لأنه دار السينمائيين كانت أصلا تنتج الأفلام للشباب وتحفزهم وتعيط لهم وتفارسيهم وتطلعهم في الوقت وتمشي وتعطيهم باصات ياك يجوا ياك ينتجوا فيلم، وركات الشباب عادوا هم وحدهم يمشوا كل هلود المنتج. خلق فكرة وردت قبيل على لسان زميل محمد، هو على أنه إحنا المزال خاصنا شنو هو، أننا نعمل لقاء بين السينمائيين الشباب ولديفيزار اللي هم أهل القنوات التلفزيونية، ملاك القنوات التلفزيونية، ولي بروديكتور اللي هما ملاك شركات الإنتاج والله قطاع الإنتاج. إياك كل حد يجبر غايته عند حد، هو تلفزيون يختار يجبر مادة يملي بها عنده، هذا الشباب اللي كلها عنده فيلم يخص ويخرص هذه القائمة اللي عند دار سينمائيين، لباز الدنيا اللي عند دار سينمائيين، ويحاول يقدم منها شيء على الأقل الجمهور يشوف هذه الأفلام اللي عنده. وإحنا دائما في الشارع تقول الناس هم تكلموا عن أفلام وإحنا ما شفناهم، تقولوا عنكم شاركتوا في مهرجانات وإحنا ما شفنا أفلامكم، لا ينشافوا أفلامنا من خلال القنوات الوطنية. وبالمناسبة القنوات الوطنية ما فيها واحدة ما هي موقعة على دفتر التزاماتها لأنها لا يتم تقدم إنتاج وطني. هذا الإنتاج الوطني موجود على الأقل يقدموه، ودار السينمائية مستعدة تعطيه كدو، تعطيه ببلاش بذيك الحال، معناها نختاره وينشاف. المنتجين أيضا كل يلود الفكرة يلود الرواية، هذا الشباب شو من المبدعين خاص حد يواكبهم ويتفق معاهم. هذا اللقاء لازم يخلق هذه الرانكونتر بين التلفزيونات وبين الشباب السينمائيين الهواة وبين المنتجين، لكن قدو وعادي لا خلق تحت غطاء رسمي، تعود داعية للوزارة مثلا، لنشوف شنو هي الطريقة اللي قد تدعم بها هذه الصحوة
انا اتذكر بدايه الثمانينات الصحوه اللي خلقت في مجال المسرح الوزاره بعض الشيء كانت مواكبتها. هذه الصحوه ايضا لمجال السينما يلا تواكبها الوزاره، وزاره الثقافه يلا تواكبها وزاره التعليم وتدمج التربيه الفنيه في مقررات التعليم، يلا تواكبها وزاره الشباب، وخاصه ان الفنون 90% من 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 ذا التطرف اللي خارج في العالم وخارج في بلدنا نتيجه لان الناس ما هي مربيه فنيا. لو كانت الناس مربيه فنيا ما تتطرف. ما تتطرف لانها كلها لا يعود حساس، وكلها لا يعود روحه طيبه، وكلها لا يعود عنده ياسم. الفنان حساس اكثر من اللازم، ولذا مو ليضر حد، ما يبكي عود دموي، ولا يبكي عود منحرف، ولا يبكي عود ينفقع بالعجله، ولا يبكي عود. خلونا نعيش مع الفن. الفن راهو واضح. اذا ممكن 30 ثانيه فقط لو سمحت. تفضل. تعقيب على ما قاله سالم. اليوم في العالم هناك امراض تجربه الان انطلقت في عده دول العربيه، وكان لي شرف أني حضرت فيها نوع من التكوين، وبصدد الآن وتحدثت حتى مع الزملاء في موريتانيا أنه يمكن أنها تكون موجود، وهي المعالجة بالسينما والمسرح. اليوم وصلنا إلى معالجة أمراض مثل التوحد، مثل الانقطاع الدراسي، مثل النشاط المبالغ فيه للأطفال عن طريق ممارسة الفنون وما يسمى الارتيرابي أو المعالجة بواسطة الفن. إذن واضحة الفكرة. نرجع لكم الأستاذ محمد، أنتم في اللجنة الإعلامية لهذا الفيلم، شو لمستوا من خلال هذه التجربة ذا العام مشاركة الأفلام الموريتانية؟ ذكر الأستاذ دندو عن الجائزة الخارجية عن ما فيها مشاركة للفيلم الموريتاني، فقط الجائزة الوطنية كم عدد الأفلام المشاركة فيها وشن هي عناوينهم؟ ومدركان فيلم زيادة مقارنة بالسنوات الماضية للأفلام المشاركة للعالم. صح، سؤال جميل جدا. بالنسبة للأفلام المشاركة الوطنية، هي أفلام هذه السنة هي أفلام ما شاء الله شهدت كم كبير من المشاركة، ولكن 45 فيلم مشاركة ككل جميع الأفلام. لا، وطنية فقط. الوطنية. و21 فيلم دولي. 21 فيلم دولي. بخلاف أفلام البطاقات البيضاء اللي هما 4 و6 أفلام. نعم. بطاقة بيضاء من الأردن، منظمة الأمل. نعم، وهناك أيضا تكريم لشخصيتين من نعم. من من فضلو. من دار السينمائيين. هناك تكريم لفيلم راحلة ديمي من تابا لسالم الشيخ الولي، وكذلك هناك تكريم آخر لجالو. يعني هناك تكريمين لدار السينمائيين كل سنة تبرز تكريم لشخصية من شخصيات السينما الموريتانية التي ساهمت في هذا المهرجان. كما قلت لك أختي الكريمة بأن المسابقة الوطنية هذه السنة هي مميزة بطبيعة الحال، وكما ذكر الأستاذ سالم دندو بأن المسابقة الدولية تخلو من مشاركة أي فيلم وطني، وهذا يعود للخبرة ويعود للاحتراف ويعود أيضا لأنهم يدركون قيمة. بالنسبة للمسابقة الوطنية كانت هناك معالجات مهمة جدا، وكانت بالنسبة لي سأطرح لك موضوعا مهما في المجتمع باختصار شديد. نعم باختصار شديد مثلا موضوع الزواج. موضوع الزواج شارك هنالك 3 أفلام يتحدثون عن هذا الموضوع من زوايا مختلفة. سأختصر في أقل من ربع دقيقة. وقت انتهى. ربع دقيقة. إذا الأفلام تتحدث أساسا عن الزواج في المجتمع الموريتاني. الفتاة كيف الطفلة الموريتانية زوجوها أهلها يحرموها من القراية، الاجتماعية الخاصة بالزواج. نعم، في الأخير نشكركم في قناة الموريتانية على اهتمامكم بالسينما، ونتمنى أن وجم شراكة بين قناة الموريتانية ودار السينمائيين وتبرز أفلام التوفيق. شكرا لكم ضيوفنا في هذه الحلقة، الأستاذ طاهر العشرودي ناقد سينمائي من تونس، شكرا جزيلا لكم الأستاذ سالم دندو مخرج وممثل سينمائي موريتاني، شكرا لكم أيضا الأستاذ محمد ولي الحافظ منسق اللجنة الإعلامية لمهرجان واكشوط للفيلم الدولي، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وشكرا لفريق مساء الخير. إلى اللقاء.